تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى من معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة. هذا نصها. حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أمير البلاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمانا بقضاء الله تعالى وبشديد الحزن وعظيم الأسى، نعزي مقام سموكم وأنفسنا والشعب الكويتي كافة والأمة العربية والإسلامية بفاجعتنا ومصابنا جميعا بفقد المغفور له بإذن الله تعالى والدنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى، معربا لمقام سموكم الكريم والأسرة الحاكمة الكريمة باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة والشعب الكويتي عن صادق مشاعر المواساة وأصدق العزاء بفقدنا أمير الإنسانية وقائد نهضة الكويت الأبية نال بدوره رحمه الله الكبير في خدمة الإنسانية وسعيه المبارك كل محبة وتقدير، وبنى للكويت نفوذا واسعا على المستوى الإقليمي والعالمي، وبذل حياته في تشييد جسور الالتقاء والسلام والمودة بين الفرقاء حتى غدا نموذجا وضاء تتأسى به القادة في الحنكة والحكمة والبذل والعطاء والولاء والانتماء. ونسأل الله بقلب خاشع أن يجزي أميرنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله على ما قدم للوطن وللأمتين العربية والإسلامية وللإنسانية جمعا خير جزاء، وأن يجزي له الأجر والثواب، وأن يسعده سعادة أبدية، وأن ينزل عليه رحماته وأفضاله الواسعة ويجعل الفردوس الأعلى داره ومستقره، وأن يحفظ مقام سموكم لكل خير وصلاح للوطن وللشعب الكويتي الأمين، ويمنحكم الحكمة والرشاد ويؤيد سموكم رعاكم الله بالقوة والتمكين. فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، إنا لله وأنا إليه راجعون. ولمقام سموكم أسمى المودة وأجزل الدعاء مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة.